ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما معانا اخراج واساتذه مصورين وفريق عمل شاطر جدا بصراحه. يعني انا من وجهه نظري انا اقل واحد في فريق العمل ابذل مجهود، لان الصوره الحلوه دي بتطلع بمجهود كبير. انا اداه وشيف وطباخ، يعني الموضوع بالنسبه لي بهزر، اما اللي هم الصوره الحلوه والاستعراض ده اكيد مجهود. فعايزين نبين ونوصل رساله لكل الساده المشاهدين، المطبخ مش بالكركبه بتاعته، المطبخ مش ان انا افتح التلاجه لها سوبر ماركت، المطبخ مش ان انا اخش وافتح الادراج والدواليب والاقي جبت السوبر ماركت ايا كان اسمه وحطيته في المطبخ عنده في الاخر واقفه مش عارفه اعمل ايه. النهارده المطبخ بتاعي صحي، هعمل شوربه البروكلي بطريقه سهله واحافظ على خضار ولون البروكلي، وهقول لك على السر. هنعمل فطيره بالدجاج، هنعمل الحلو النهارده رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه. هبدا بايه بقى لو انتوا مكاني؟ طبيعي بالفطيره، فيها عجينه وفيها شغل وفيها شويه ايه مجهود. مقاديرها على الشاشه. حلو، معانا دي ومعانا صدور فراخ ومعانا بصل ومعانا توم معانا فلفل الوان، تشكيله من الفلفل اخضر واحمر واصفر. تعالوا نشوفوا نعمل العجينه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. وانا جاي على بالي اعمل عجينه حلوه النهارده، بوسع لها كده في المكان الحلو ده كده. وانتوا عارفين الشيف المغازي مش بيحب العجان او العجينه بتاع العجان بتاع العجين اللي بيعجن، يعني الجهاز هو اسمه عجان طبعا او خلاط متعدد الاستخدام كلنا عارفينه. انا مش يعني مش بقول لك ما تشتريهوش. ايام زمان وامهاتنا رحمه الله عليهم واللي موجودين ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب وطولة العمر، من امهاتنا في الصعيد المصري والريف المصري الحنان بيطلع من ايديهم، سواء بتعمل عجينه الفطير المشلتت، سواء بتعمل عجينه الرقاق، سواء بتعمل عجينه القرص الطريه، وهي بتعجن كده بتحس بالمتعه الالهيه الربانيه اللي هو الابداع اليدوي. لذلك لما الواحد يروح يشتري بدله او يشتري حاجه يقول لك هاند ميل، يعني حاجه صنع اليد، بتلاقوه غالي، دي غالي جدا. البدله بتعمل مبلغ وقدره الوفات يعني، صح يا فاروق؟ لا انت عارف انا على طول انت بتعود تلبس الحاجات دي. ولكن الهاند ميل بتاعي النهارده هشتغل العجينه بايدي مش بعجان، ودي متعه بالنسبه لي الامانه والله. العجان والله العظيم معايا بس ما بحبش استخدمه، صوته بيزعجني وما بحسش بالمتعه الطهويه وانا شغال. اول حاجه هحط الدقيق. الله، هو ده. حلو، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل عجينه حلوه. الفطيره اللي هعملها دلوقتي وانا شغال، انا في اعتقادي يعني واحنا بنعمل العجينه كانك بتبني الهرم الغذائي. يعني ايه يا عم الشيف؟ هرم غذائي. مكونات العجينه دقيق، الله، وبيض، يعني بروتين. واحده واحده. حلو، والقمح طبعا جيلاتين والياف وحديد، ومن نعم ربنا علينا القمح فيه كل حاجه. حلو، طيب انا حطيت دلوقتي بيضه وحطيت شويه بيكنج باودر وحطيت شويه حليب. دي عجينه مش عجينه حلو، عجينه حادي. دايما الشيفيه اساتذتنا يعني وحبايبي يقول لك انت شيف بارد ولا سخن؟ ايه يا عم، انت سلاطيري ولا جرد منجير؟ يعني الشيف شيف، يطلق عليه شيف لما يكون متعدد المواهب، لما يكون واخد رمز الكره الارضيه، يخش اي مطبخ يخترقه كده زي الناس اللي بتخترق الاكونتات ويجيب كل الاكل اللي نفسنا فيه. هو ده الشيف. حلو الكلام. نحط شويه ملح. هتقولي لي ملح ليه وسكر ليه على العجينه؟ اتعلمناها كده. لا، لازم تفهمي ليه، ليه بنحط سكر ونحط ملح على العجينه، وده مهم جدا. السكر بيخلي العجينه بتاعتي كريسبي ويعمل عمليه توازن ما بين الملح اللي بيساعد على ماده الجيلاتين ان هي تشتغل ساعه التخمير. طب هتقول لي يا شيف مغازي انت مش حاطط خميره هنا، انت هتخترع ولا ايه؟ ويا استاذ الفاضل، البيكنج باودر زيه زي الخميره، ماده رافعه. الدقيق بتاعنا بلعب انا، بلعب انا مفيش حاجه انا. شفت؟
وامسك كل المقادير دي كلها مع بعضيها. هتقولي لي انت عليك مين ده بايه؟ وكنت جبت العجان وحطيتها، والله العظيم المتعه هنا انك تصنع دي ازاي دلوقتي واحنا مع بعض. حلو؟ تعالوا مع بعض. يلا نمسكها نفلفلها كده كاننا بنعمل الكسكسي. هي دي الشطاره بقى اهو. فين الماده الدهنيه هنا؟ انا بعمل اكل صحي، بعمل عجينه صحيه، لا جبت زبده حطيتها ولا سمنه ولا زيت. زي ما انا شغال كده. هتحتاج شويه حليب، وانا معدي على السوبر ماركت جبت الحليب بتاعنا دسمه قليله. يا عم الحاج للموظف انا عايز حليب دسمته قليله، عايز زبادي دسمته قليله، فانت ليك الاختيار هنا، يا اما تحطي زبادي قليل الدسمه، يا اما تحطي حليب قليل الدسمه، زي ما انت عايزها. شغال كده. شفت بقى العجينه بتطلع بين ايدي كده، بتحس انك انت بتصنعي شيء. بتستمتعي بنعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان. شفت السنبله بتاعت القمح بين ايدك عامله ازاي؟ شفت البيضه اللي حنت علينا الفرخه بيها؟ اضحكي. ما انا لازم اقول المصطلحات الحلوه دي بتعجب حضراتكم، وانا من هنا بعرف الكلام ده لما بتقابل مع متابعينا، بيقولوا يا شيف بيعجبنا فيك السلاسه والبساطه، وتشوقنا ان احنا نقعد ما نروحش لا بعيد ولا شمال ولا يمين. هتحتاج شويه حليب. ما زودتش ميه، لان العجينه دي لازم يكون لها قوام كده معين، ما تكونش ناعمه قوي ولا طريه قوي. الله، زي الفل. هتشوفي دلوقتي البلانشه دي تقطعي عليها المانجا وتاكليها. دايما لما اقول لك الحاجه نظيفه تقطع عليها المانجا وتاكلها، يعني دلاله على ان هي نظيفه، والمانجا اكتر حاجه ممكن تكرف او ان هي لونها يتغير مجرد ما تتحط في حاجه مش نظيفه. شفت انا بعمل بلم العجينه العجانه. فين الدقيق؟ شفت العجينه فين ازاي؟ هنا المتعه. فرحان بيها. هقول لك على علامات دلوقتي تقول لك ان العجينه ماشيه معاك صح. شفت دي؟ شفت الفراغات دي؟ شفت الشكل الانسيابي ده؟ ده ماده الجيلاتين. الشيف مغازي الدي له صلاحيه؟ بجد؟ تعرفها ازاي؟ جبت كيس دي من اي سوبر ماركت وحطيتيه، وربنا كرمنا بسفريه، رحنا جينا والدي موجود في البيت. هل هتفتحي الخزانه او المطبخ وتطلعيه وتستخدميه؟ لا طبعا. لازم تعرفي وانت بتعجني العجينه ان دي ده صالح ولا مش صالح ازاي، هو ده الكلام. وانا بعجن العجينه كده بالشكل ده كده، العجينه ما تمطش معايا. شفت العجينه لسه بعجنها ده اهي، مع ان ما فيهاش خميره. شفت المطاط اهي، هي دي ماده اهي اهي اهي، ده لسه لما تتخمر كمان اهي. شفت العجينه اهي اهي، عشان كده بقول لك تعجنها لمده 5 دقايق علشان عضلاتها تطلع. شفت العجينه؟ هو دي المفاصل دي والمعطيات دي والفواصل دي بتقول ان العجينه زي الفل. هلمها كده ومش همسح الكاونتر بتاعي. زي ما هي كده. ونخليها هنا. حلو الكلام. تعبت شويه بس متعه. العجينه جاهزه، هنبدا نشتغل في الفراخ اللي احنا هنعملها للفطيره بتاعتنا. هستأذن الأستاذة رحاب عشان أعتقد إن أنتوا حضراتكم نسيتوا المقادير. نشوف مقادير الفطيرة اللي هعملها دلوقتي. طاسة على النار شديدة الحرارة، معرفش إيه اللي بتفيك. معانا فراخ، ومعانا دقيق، ومعانا بصل وتوم وفلفل ألوان وزعتر وروزماري. هنحط شوية زيت هنا. حلو، ده التوبنج بتاع الفطيرة بتاعتي. شفت أنا بدأت بإيه؟ بدأت بالعجينة، عملتها وركنتها على جنب، وهشتغل وأعمل الإيه؟ التوبنج بتاعنا وإحنا شغالين كده مع بعض. حلو الكلام؟ صدور فراخ
فلفل الوان، بصل، ثوم. البعض يتساءل، واسئله كتير بحضراتكم بتسالوها، شيف مغازي انت بتقف في المطبخ فجاه الاكل بيطلع معاك، احنا ممكن نقف ساعه اتنين تلاته نعمل الحاجه اللي انت بتعملها دي. والله انا دايما اقول على عينك يا تاجر، يعني الميه تكدب الغطاس. العجينه انا عجنتها مع حضراتكم اهو، حتى دايما الزملاء يقولوا لي طب ما نعجن عجينه ونطلع بالجاهزه، وده المعتاد او ده لا، انا بحب كده، بحب العجينه معايا ليه؟ انا منظم وقتي على العجينه دي، ما تاخد مرحله التخمير، وهنشوف شفناها في البدايه كانت عامله ازاي، وبعد خمس دقايق من الان هنلاقي لها شكل تاني، ومن جوه تفاصيلها خدت شكل تاني. الكلام ده هنشوفه دلوقتي. معانا بصل، معانا صدور فراخ لطيفه وحلوه طازه، بقطع الفراخ دي مكعبات بالشكل ده كده، مع البقدونس الحلو ده عايزه. طب تنفع يا شيف بغير الفراخ؟ تنفع. عايزه تعملها بالسجق؟ اهلا وسهلا. عايزه تعملها بالجمبري؟ اهلا وسهلا. اختياري ده بصله ناعمه، قرن فلفل حلو زي ده كده، حلو، فص ثوم حلو، معانا روزماري. الله، بشوف الروزماري ده على طول عينيا تجيبه اهو. ناخد ده كده معايا طاسه على النار، شفت الحشوه دي لطيفه قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الطاسه الحلوه دي كده وننزل بالفراخ دي. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انا كده واقف اهو، مخرجنا عايز يشوف الصوره الحلوه. الله، هو ده، هو ده، على عينك يا تاجر. اه شكرا. شفت النظافة؟ شفت الروقان بتاعك؟ اه، نرجع البرانشة تاني ونشتغل. نقلب دول مع بعض. نعم، ما ينفعش طبعا. مخرجنا بيقول ايه؟ ممكن نحط الفراخ نية مع الفطيرة؟ لا، ده موضوع تاني غير مقبول، لازم الفراخ تستوي بالشكل ده كده، بالتوابل دي كده، شوية فلفل اسود، شوية ملح، بابريكا، الزعتر اللطيف. انت بتعمل اكل صحي يا شيف؟ شفتوليش استخدمت لا زبدة ولا زيت؟ نعم يا غالي، هي ما عليا الزيت. طب انت امشي على القاعدة دي بس، ولما اقول الوقاية خير من العلاج، يعني دايما تكون انت عامل نسبة وتناسب وعامل كنترول في استخدامك للدهون او للمادة الدهنية اللي بتستخدمها في الاكل، سواء زبدة سواء زيت. دايما يقول لك ايه، عامل رجيم ما تاكلش رز. لا، انا عامل رجيم اكل رز صبح وليل وافطار وكل حاجة. اخواننا الصينيين واليابانيين الرز المصري مغرق الدنيا عندهم. ليه يا عم الشيف؟ لانه بيستخدموه في السوشي فطار وغدا وعشاء. بتشوف حد تخين منهم؟ ابدا. لان الرز المصري احنا لما بنيجي نستخدمه احنا اللي بنأذيه. يعني ايه رز معمر يتحط فيه سمنه بلدي وقشطه وتقولي لي الرز مضر؟ يعني ايه رز نعمله بالحليب دسم؟ خلونا نقطع الخضار بتاع الفطيره بتاعتنا بالشكل ده كده، برضه هنقطعه مكعبات. واستاذن حضراتكم لان وقتنا بيحكمنا، هناخد فاصل صغير ونرجع. مش هعمل حاجه في الفاصل غير ان انا اقطع الخضار واجهزه عشان نفرد العجينه مع بعض، ونشوف ازاي نعمل فطيره الدجاج بطريقه بسيطه وسهله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عجينه فرحان بيها، كل ما ايدي تمسكها حنان وحنيه. هفرد العجينه الحلوه دي كده. اقول لك نصيحتي بقى، لما تعجني عجينه وتسيبيها ترتاح شويه، ما تعجنهاش تاني غير لما تفرديها، لانك انت لو عجنتيها وجيتي تفرديها مش هتمط معاكي. اه، العجينه دي فيها بيض، فيها حليب، الماده الدهنيه هنا مفيش، زيرو،
اذا كان زبده ولا زيت. درجه حراره الفرن عندي 180، الفراخ على النار، باخدها زي ما هي كده، الفطيره الحلوه دي كده. الله اهي، زي الفل. عندي هناخد الصينيه بتاعتنا الحلوه دي كده، وارد انك تعمليها في قالب زي ده كده، والحاجات دي موجوده في اي محل من الادوات المنزليه زي ما هي كده. هاخدها الاول بحدد، اشيل الزوايد دي مش عايزها، حلو، ارجع الصينيه زي ما كانت، واخد العجينه الحلوه بتاعتي دي كده. شفت الافكار دي اهو، عجينه فيها كل حاجه انا بحبها. نعم يا غالي، ما انا قلت في البدايه انا مش بعمل بيتزا، الموضوع هنا مختلف، في فراخ، في بهريس، في صوص شغال عليها اهو. شفت الحلاوه دي كده حلو. دي فراخ خدناها طبعا في التسويه، شفناها مع بعض، بنقلبها، بناخد الفراخ تقريبا نص سوا، بنوزعها هنا بالشكل ده كده. معانا فلفله ملونه. ميزه الفطيره دي فيها كل حاجه احنا حابينها، مكوناتها صحيه، الفلفل الالوان الجميل الحلو ده كده زي ما هو اهو، بناخده هنا كمان. الله حلو، هناخد الفلفل ده بنوزعه هنا بالتساوي. شفت الفطيرة وجمالها؟ شفت الحلاوة دي اهو زي ما انا شغال كده اهو، لسه ما خلصتش، اعمل لك كل حاجة نفسك فيها دلوقتي، انا عارف انك بتحب الالوان دي. كل واحد بيلعب على الحتة بتاعته، يعني هو عايز يجيب الوان، ما يهموش بقى ايه الحاجة سخنة على ايدي، لا خالص، هو اهم حاجة الالوان اللي هو عايزها دي. لسه ما خلصتش انا، خلي بالك، زي ما انا شغال كده، مكان الفراخ دي، مكان الفلفل ده، معانا قليل من الحليب. ما انا عايز العجينة تستوي، خلي بالك ده مهم جدا. بنقلب الخليط ده كده بشوية التوابل الحلوين دول، ونخطهم بنسقطهم كده على وش الخضار ده كده. درجة حرارة الفرن عندي 180، درجة حرارة الفرن عندي 180، بدخلها الفرن. الشاطر بقى من السادة المشاهدين، وانا عارف ان انتوا اشطر مني بكتير، تقولوا لي دي هتتحط فين؟ في أرضية الفرن؟ لا لا يا ولدي، لا يا ولدي، ده سنة أولى مطبخ اللي أنت بتقوله ده. دي تتحط في أرضية الفرن. زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. بص عليها كده ودلعها بقى، زي ما هي كده. حلو؟ تعالوا مع بعض نعمل شوربة البروكلي. سريعًا. مقاديرها على الشاشة. طاسة شديدة الحرارة. على النار، ونروق الدنيا كده عشان نشتغل مع بعض. اقفل الفرن، قول لي اقفل الفرن. مقادير الفطيره شفناها مع بعض، مكوناتها العجينه في قلب الفرن. انت عايز تشوف الحاجه الحلوه، الفلفل الالوان اللي عجبك، طب تبص عليها كده، بص على الحلاوه بالله عليك، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. فطيره جميله جدا بتتكلم مصري. خلونا نطلعها مع بعض. خلي بالك دي سخنه يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. يلا بينا. الله. اللهم صل على النبي. اهي. بص عليها بالله عليك كده وغازلها. الحاجة الحلوة تتغازل. شفنا فطيرة فيها تفاصيل كتيرة. هنوسع لها كده للحلوة دي. عشان عايز أعمل دلوقتي رقائق التفاح بالقرفة. بتفاصيلها الصغيرة هتعجب حضراتكم أكيد. أنا هخليها زي ما هي كده. نعم يا غالي، حاضر يا فندم، حاضر. مخرجنا عايز نشيلها من الكفر بتاعها أو من الداير ده، مع إن هي سخنة، بس أنا بقى إيه
هسمع الكلام. شفت الحلاوة دي؟ الله أكبر، اللهم صل على النبي. أهي أهي أهي، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ خدت وقتها في الفرن، واللي هياكل منها يدعي لي. حطها فين يا فندم؟ حاضر عينيا، حطها لك هنا. فطيرة فيها تفاصيل كتيرة، بالشكل الجميل، العجينة، مكوناتها، اللطافة. ولكن بيسألوني دلوقتي في الكنترول، بيقولوا لي يا شيف مغازي ديت صحية يعني ما فيهاش؟ احنا عاملين العجينة مع بعض، مكوناتها عجناها مع بعض، التوبنج كان مع بعض، اللي هو عبارة عن دجاج حمرناه مع بصلة وتومة وشوية زعتر، وبعدين خدنا الفلفل الألوان مع بصل وبرده فليفر، وحطيناهم على وش العجينة بتاعتنا، والميزة إن العجينة استوت مع التوبنج بتاعتنا.